مرحبا يا دجاجاتي، اقترب موعد الحفل واحتاج الى البيت. هيا. دورك يا هيلين، تفضلوا انا قادم. ها، انه بيض جميل يبدو كلوحة فنية. أصبت. أهلا بكما في متجري. مرحبا سيد إيغموند. هل تريدان شراء البيض من أجل الحفل؟ أجل، سنلونه مع حيوانات الحديقة. هل ملأت لنا السلة؟ بالطبع يا صغيري، أرجو أن تستمتعوا بتلوين البيض. مرحبا. أنا موجود أيضا. من يكون هذا؟ لا تقلق بشأنه يا سيدي، أعرفك إلى كوكو، إنه غرابنا. ما هذه الإهانة؟ إنه غرابنا، كنت أعتبر نفسي واحدا منكم. سأذهب، فأنا لا أحتمل الإهانة. وداعا. يا إلهي، يا لها من بيضة ضخمة. بالفعل يا بني، قد تكون بيضة فيل. هل قلت بيضة فيل؟ لكن كفى يا بني، أنت تعلم أن الفيلة لا تبيض. أعلم هذا يا ريكو، لكنني أريد شراء تلك البيضة. يسرني ذلك يا بني، هذه البيضة الضخمة مناسبة لحجمك. سيداتي وسادتي، أهلا بكم جميعا في معرض البيض، ويسرني أن أقدم لكم مفاجأة معرضنا، البيضة الذهبية. هذه البيضة ثمينة جدا وهي ملك للسيد البارون. أرجو أن تتفضل. رائع. شكرا سيادة المحافظ. أيها السادة، أرحب بحضوركم. أهدتني جدتي هذه البيضة الثمينة التي ورثتها عن جدتها. إنها إرث عائلي منذ سنوات طويلة، وهي مصنوعة من الذهب الخالص وذات قيمة عالية. هذا رائع حقا. إن بيض الاحتفال الذهبي مطلوب جدا هذه الأيام، وذلك بسبب معرض البيض الذي يقام الآن في المتحف. ولكن يا بني، نريد تلوين البيض بأنفسنا. بالتأكيد يا ريكو، لكن البيض الذهبي أعجبني كثيرا. ألن يبدو رائعاً ببعض النقاط الحمراء؟ ربما. لقد امتلأت السلة. شكراً. تفضل. سأأخذ البيضة الكبيرة وأضعها في سلتي. بيض ذهبي؟ أفضل البيض الأزرق، ولكنني لا أرى بيضاً أزرق في هذا المتجر. لا بأس، سيفي البيض البني بالغرض. سألون البيض بألوان مختلفة، وأنت يا بني؟ كلا، لن أقوم بتلوين البيض. إنه احتفال الألوان، هل نسي؟ أظن أنني سمعت شيئاً. هاي ريكو، هناك شيء داخل البيضة، أسمع صوت نقر. إنه نقار الخشب. نقار الخشب؟ داخل بيضتي؟ لا، ليس في البيضة، بل هناك. ابتسم، البيضة غير واضحة. أنا آسفة، من الأفضل أن تحملها بيدك هكذا. هل يمكنك إخراجها من الصندوق الزجاجي؟ سأخرجها، ولكن علينا أن نكون حذرين، فهذه البيضة قيمة جدا. ولهذا السبب بالضبط أريد أن ألتقط لها صورة. وضعية جميلة أيها البارون، تبدو رائعا، ارفعها قليلا. أمستعد؟ بالطبع مستعد. خدعته. بنكي خذ. خفاما كانكما.
سرقا البيضة، عودا إلى هنا. عيدا البيضة، توقفا. البيضة الذهبية، رائع، إنها جميلة جدا وقيمة أيضا. لنذهب ونراها. لا يا ريكو، يجب أن أعود إلى الحديقة لأحتضن بيضتي. ماذا؟ تحتضنها؟ أتعتقد أنها ستفقس وسيخرج منها فيل صغير يناديك بابا؟ توقفا! أوقفوا للصيد! أتسمع؟ هذا صوت الآنسة كارلا. وداعا، شكرا على البيضة. قفا، لا يمكنكما تجاوزي. لا، بيضتي. مكانكما. أمسك بهما. لما تركتهما يهربان؟ سرق هذان اللصان بيضتي الذهبية الثمينة. لن يفلتا مني. لقد كان حظي جيدا، أما حظي فلا. كان بإمكانك أن تمسك باللصين قبل أن يهربا يا بني. لو فعلت ذلك لما أنقذت بيضتي. ما قصة هذه البيضة يا ريكو؟ ومن أين أتى كل هذا البيض الذهبي؟ لقد اشتريناه من متجر إيغموند، أليس رائعاً؟ لا تقلق أيها البارون، ستفعل الآنسة كارلا ما في وسعها من أجل استعادة بيضتك. انتظر لحظة أيها المحافظ، أنا لست شرطية بل صحفية، وسأكتب معلنا عن هذا الحدث، وأرجو أن يساعد علي أن على القبض على اللصين. أريد استعادة بيضتي الذهبية. أيثيرون كل هذه الضجة من أجل بيضة ذهبية؟ أفضل البيضة البنية أكثر، يا لغرابتهم. أهلا، هل تفضل البيضة البنية أيضا؟ عد إلى هنا أيها اللص، هذا البيض لي. هل هذا البيض من أجل الحفل؟ أجل، وأنا سأقوم اليوم باحتضان هذه البيضة الكبيرة. حقا؟ أجل، بالطبع، هذا أغرب شيء سمعته في حياتي. هيا بنا إلى اللقاء يا سيدة ماير. حظا موفقا. والآن القليل من التنكر، هذا ما أحبه، وقريبا ستصبح البيضة ملكنا. وهنكي وبنكي غنيان غنيان غنيان. من يعيد إلي بيضة جدتي الذهبية الثمينة سيحصل على مكافأة مالية وقدرها. لا تكن بخيلا أيها البارون. سيحصل على مبلغ كبير، جائزة مالية كبيرة. سأذهب لنشر المقال أيها البارون، وسيساعد على القبض على اللصين. أرجو ذلك يا آنسة كارلا، أرجو ذلك. أنا آسف، ولكنني لا أسمع شيئاً. ولكن بني، قل لي متى سنلون بيض الحفل؟ ليس الآن يا ريكو، سأحتضن البيضة فهي على وشك أن تفقس. لا، لا أصدق. سأطلب من النعامة أولغا أن تساعدني. ولكن لا مفر، هذه عادة بني، لا يفعل إلا ما يدور في رأسه. أعلم. مرحبا أيتها النعامة، كنت أتساءل، هل تستطيعين احتضان هذه البيضة لفترة وجيزة؟ آسف، لم أقصد إزعاجك. ماذا عن كون؟ داكي، أسدي لي خدمة. شكرا. حسنا، لا عليك.
وصلنا إلى الكنز. إنه تحت تلك البطة. أنتما يمنع إزعاج الحيوانات في هذه الحديقة. نعتذر. في الحقيقة نحن نبحث عن الفيل. نحب الفيلة. أتقصدان بيني؟ من المحتمل أن يكون في بيته. شكرا لك، سنذهب إليه حالا. أظن أنه علي احتضان هذه البيضة بنفسي، ولكن كيف؟ سأجرب. حسنا، لا لن ينفع، ربما هكذا أفضل. ممتاز، شكرا على المساعدة. هذا مؤلم. ستفيدنا هذه المدفأة كثيرا. بيني، ادخل يا ريكو، الباب مفتوح. هل نستطيع؟ ما الخطب؟ هل أنت مريض؟ بل أحتضن البيضة. حقا؟ كف عن المزاح. عليك أن تكون أكثر صبرا، قد تستغرق هذه الأمور وقتا طويلا. لقد صبرت كثيرا، كما أن الجميع ينتظرك للشروع في تلوين البيض يا بني. لا أستطيع الآن. حسنا، ابق مع بيضتك. مرحبا، هل الفيل موجود في البيت؟ أجل، وهو يحتضن بيضته. أخبرني، هل يقوم باحتضان بيضة ذهبية؟ لا، ولكنني لن أستغرب إن فعل هذا. نشكرك كثيرا أيها الصغير. العفو، هل أعرفكما؟ كلا. هل ستفقس الآن؟ عليك أن تبقى هادئا يا بينكي. أجل. هل تستطيع رؤية البيضة الذهبية؟ لا، لابد أنها تحت معطفه. تنحى جانبا. أجل، يبدو أنها بدأت تفقس. يا للروعة. سيحمي هذا الغطاء البيض من العصافير الفضولية. تورو! ما الأمر؟ توقعت هذا، لقد فقد ذلك الفيل ما بقي من عقله. أين منظاري؟ لن أفوت هذا. ضعها هنا يا بني، لكن كن حذرا. هكذا؟ القشرة تتفسخ، يبدو أنها ستفقس. انظرا، إنه منقار. لقد قال ماما علينا أن نطلق عليه اسما جميلا. يملك هذا الصغير منقارا أصفر جميلا. بيكلي، هذا هو اسمك، هل أعجبك؟ بيكلي، دعني أرى ما نوع هذا الطائر. نوعه متميز. لا أعتقد أن نوعه متميز يا بني، إنه مجرد فرخ إوز في صحة جيدة. أنا أظن أن هذا الطائر الصغير متميز جدا. بالطبع. والآن لنذهب ونلون بيض الاحتفال. الآن؟ لا أستطيع ذلك، علي الاعتناء ببيكلي. انظر، لم تكن بيضتنا الذهبية معه يا هينكي. لاحظت ذلك، لابد أنه خبأها في مكان ما. أجل، ماذا سنفعل الآن؟ تريدون احتضان بعض البيض؟ نادوا غرابا وليس فيلا. لن أفقس إوزة سخيفة بالتأكيد، سأملأ هذه الحديقة بالكثير من الغربان.
لا تأكل البيضة يا روكي، إنه بيض التلوين. هيا أعدها. رائع. رفرف بجناحيك. أجل، بهذه الطريقة. أحسنت. هاي بيني، ألا تريد أن تلون البيضة معنا؟ هذا مسلٍ. بلى، ولكن فيما بعد أنا أعلم بيك للطيران. كما تشاء، انسى الأمر. أجل، أحسنت يا بيكلي. انتظر حتى تفقس غربانيا الصغيرة وسترى كيف يكون الطيران الناجح. ماذا حدث؟ بيض شوكولاتة؟ جيد جدا يا بيكلي، أنت تتعلم. انتبه، قد تؤذي نفسك. هل تريد بيضة ذهبية؟ خذ، العب بها كما تشاء يا بيكلي. ريكو، أنا قادم. ابتعد عني. ها هي ذي، لنذهب ونأخذها. اهدأ قليلا يا بينكي. ذلك الفرخ الغبي سيحضرها إلينا مباشرة. اقترب اقترب أكثر يا فرخ الإيوز. أحضر البيضة إلى العم بينكي. هيا. مرحبا، أشعر أن الحظ لا يحالفني أبدا. لم أتوصل إلى شيء بشأن موضوع السرقة. حقا؟ ألا يوجد في الصور أدلة؟ لا يوجد فيها شيء قد يفيد الشرطة. هل ترى يا بني؟ أنت الوحيد الذي نراك بوضوح في هذه الصورة. عجبا، يبدو أنني كنت غاضبا جدا. هل ترى شيئا في الصورة يا بني؟ هو؟ أجل، انظرا إلى هذا. أفلتت البيضة من يد هينكي أثناء سقوطه. أحقا ما تقول؟ أجل، هذا صحيح، ولابد أنني التقطتها. هذا يعني أن البيضة الذهبية التي سرقت من البارون قد تكون موجودة مع البيض الذهبي في السلة. رائع جدا، ولكن أين السلة؟ هاي، مرحبا، أتسمحان لي باللعب معكما أيضا؟ مررها إلي. بعكون غبي. لقد تغلب عليك يا بينكي، دع الأمر لي. أعطني البيضة. أمسكتها. لن تهربي. أمسكها. ليست هذه أيضا، ولكننا تحققنا من كل البيض. يا إلهي، أين بيكلي؟ رأيته هناك، كان يلعب بالبيضة. بالبيضة؟ هل تقصد بيضة البارون؟ ألم تمسكها؟ لا، ماذا عنك؟ أخذتها الحيوانات الغبية. بيكلي! تورو! لنهرب من هنا. بيكلي! أين البيضة؟ لقد ضقت ذرعا بهذه الحيوانة. هينكي، اخفض صوتك.
هل ترى البيضة يا بني؟ لا، أرى بيكلي فقط. ربما أضاعها. لنسأل بيكلي، قد يعرف مكانها. أخبرني، أين البيضة؟ لنبحث في الحديقة. سنبدو كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. هذه هي فرصتنا الأخيرة. أظن أن هذه بيضتنا. ماذا؟ بيكلي في خطر؟ أنا قادم! قفا! إنها النهاية! إنها البيضة الذهبية! طيران موفق يا بيكلي! أحسنت صنعاً! لقد أدهشتني بالفعل! أعترف بأن هذا الفرخ ذكي جداً يا بني! لنهرب من هنا بسرعة! هيا! أحسنت يا روكي! رائع! يا له من حيوان ظريف! أظن أنك الآن لم تعد في حاجة إلى شارب! ابتسما! سيفرح رئيس المخفر كثيراً برؤيتكما مجدداً! خذي هذه البيضة وعطيها للبارون! كم هي رائعة! أظن أن البارون سيجد صيداً موفقاً غداً! يا إلهي! بيضة الذهبية! وقت التصوير! انتظرت طويلاً لأخذ صورة لك مع هذه البيضة! أخبروني من أعادها! سأكافئه! لقد أعادها بيكلي أيها البارون! جيد! يستحق طائرك الجائزة! هذا رائع! خذ يا بيكلي! كنت محقاً يا بني! هذا الطائر متميز جداً! تورو! ولكن ماذا عني؟ لم أحصل على أي شيء! لا بيض ولا سلة! لا شيء على الإطلاق! حسناً! لا يهم! لا أريد منهم شيئاً! تعرفونني! أنا متفهم! حسناً! ما هذا؟ سلة بيض؟ إنها سلتي! سلة بيضي!